أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من هنا بيروت. بلغ التصعيد بين رئيس الجمهورية وفريق الجمهورية ورئيس الحكومة مستوياته الأقصى مع إعلان بعبدة عبر تسريبات صحفية أن كل الاحتمالات واردة في حال عدم تشكيل حكومة وعودة الخطاب الرافض لأن تستلم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صلاحيات رئاسة الجمهورية في الفراغ. اليوم ضيفي في هذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك رئيس موقع الكلمة أونلاين، رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين استاسيمو أبو فاضل، أهلا وسهلا فيك. معك رح نحكي بهذا الموضوع اليوم، شو مدى الاشتباك السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وشو هي الخيارات المتاحة أمام فريق الجمهورية، وهل هي فعلا متاحة دستوريا وسياسيا وشعبيا أم أنها فقط للتهويل كما يقول البعض وكسب الأوراق في المعركة الأخيرة بتشكيل الحكومة بالربع ساعة الأخير؟ الاستحقاق الرئاسي، نحن مقبلين على فراغ حتمي، ماذا بعد الفراغ؟ موقف المملكة العربية السعودية الذي يبدو أنها أعلنت وأكدت للمعنيين أنها رافضة لرئاسة سليمان فرنجية، وغيرها من المواضيع اللي رح نطرحهم نحن وياك بهذه الحلقة. بداية اليوم الصحف ركزت على فريق رئيس الجمهورية وخياراته بسحب التكليف، مش بسحب التكليف عفوا، بقبول استقالة الحكومة قبل مغادرة الرئيس عون من بعبدة. شو تداعيات هذا الموضوع؟ تحية لك وللمشاهدين. التداعيات انه بدها تزيد على الأزمة اللي عم بيعيشها البلد، كثم أزمة دستورية بده يرفقها مناخ من التشنج. وتفضلتي وحكيتي انه احنا على بعدين صراع دستوري، وربما كمان يعني قلتي شعبي، يعني بما ينتج عنه من يمكن صدامات، لانه النائب برام باسيل قال انه ممكن يكون يؤدي الموضوع الى تحرك شارع بالشارع، يعني هذا البعد اللي هو مخيم على هذه الاجراءات. في موضوع اساسي يعني بهذا الصراع هو انه رئيس ميشيل عون كان يعني وعد الفرنسيين، صار في جاز تجاهه بموضوع الترسيم انه بتنعمل بعجله فيها للاقرار فيها هلا نيه، يعني بهذا الوضع على قاعده انه هو كمان بغادر قصر بعبده، قصر بعبده بدون اي اجراءات تفجيريه، يعني بس على قاعده كمان انه بتكون الحكومه مشكله، يعني الرئيس ميقاتي بيكون رئيس حكومه طبعا كامله، يعني مستوفي الشروط، اخذي على ساقه مجلس النواب الحد الادنى، يعني انما بيكون في هذه القواعد. اليوم الاتفاق اللي عم بيصير، يعني ايش عم بيصير بموضوع الحكومه، عم بيقول انه الامور مش رايحه نحو تفاهم. رئيس الجمهورية بهذا الواقع هو مكمل، يعني هذا نهج للرئيس ميشيل عون ما لازم نستغربه، النهج الصدامي واليعني والرهان على الحركة الشعبية، وخاصة أنه اليوم موجود رئيس التيار جبران باسيل اللي هو طبعا عم برسم للمستقبل، يعني اليوم هو بحالة مواجهة مع كل القوى. من هون عفوا بده يروح على اجراءات، بس شو الصلاه، شو بعطل بالحكومه المستقيله انه قبول استقالتها؟ ما هي ذاتها بدها ترجع تصرف اعمال، هي عمليه انه انا سقطت عنا، يعني انه الشرعيه اللي كنت انا مأمنة انه انا يعني موفره، بس انما بعد نهايه العهد، يعني بعد 30 شهر سيكون هالغطاء اللي هو مأمنه رئيس الجمهوريه كمان انتفى، يعني بانتقاله الى دارته برابي. فاصلا هي عمليه صراع، واذا بدنا نقول نوايا، يعني نوايا عن مش بعفوية، هي عن نتج عن صراع، كل فريق بده يأمن حاله انه هو قوي بهذا الصراع تيعزز صلاحية وقعه الرئاسي. نعم. بس ابعد من صلاحيات رئاسة حكومة انه الرئيس نجيب ميقاتي يدعي انه هو مثلا حريص على الصلاحيات، او كذلك رئيس الجمهورية ميشيل عون انه هو حريص على الصلاحيات، يعني اليوم عند الجميع بالبلد صار في تفريط كثير بالمقامات والصلاحيات، هي عملية صراع للمستقبل، من هو سيكون يعني ماسك بمحيط الارض تيكمل بالمواجهه ويعزز مواقعه الرئاسيه او بالحكومه المقبله. نعم، بس اليوم يعني هلا في حال، هل بامكانه دستوريا انه يصدر انه هو قبول استقاله الحكومه؟ هو مرسوم استقاله الحكومه يصدر تزامنا مع توقيع على حكومه اخرى، صح؟
بس بيقدر اليوم انت انه بيقدر قبل ما احنا عم نحكي بس ما هي مستقيله حكما يعني عم بقول اياها هو عمليه هيك معنويه انه انا انه قبلت الاستقاله تبع قبول الاستقاله يرتب على الحكومه تصريف الاعمال. نعم. هلا النقطه هي النقطه الفخ الكبير يعني هو انه سيس بسيد يطلب من الوزراء بمسؤول الحكومة عدم المشاركة. عدم المشاركة. طفهم. هون ما في اجتماعات حكومية بس عدم يعني عدم التجاوب عدم متابعة الأعمال. أو إنه. هلا هون هل إنه كمان يكلف يعني رئيس ميقات. يعني اعتكاف يعني. كل حكي إيه كل وزير اليوم في حدا بالوكيل عنه. صح. يعني هل بده يكبر المشكل بالبلد على قاعدة إنه اليوم إنه فلوا وزراء مسيحيين رح يطلع يقول بكرة إنه لكم كيف تم تجاهل المسيحيين ما حدا سأل عن غيابهم وهون بقوص بكل اتجاه. بهيدي النقطة تحديدا هلا بنحكي عن موقف المسيحيين وبدي ارجع انا وياك لانه بعرفك مطلع جدا جدا على اجواء بكركي لانه من حوالي ما انت مش مقصر بمواضيعك من حوالي الاسبوعين استقبل البطريرك الراعي الرئيس نجيب ميقاتي وبعد يومين ثلاثة طلع لعنده الوزير بسيل وبهيدي الجلسات ويمكن حتى هذه الساعة كان في كلام عن مسألة الحكومة والرئاسة. هلا بدي احكيك فيهم بس طلع لعنده النائب علي حسن خليل بزيارة مش معلنة كمان من قبل الرئيس نبيه بري. اه والله ايه طلع لعنده مش هذا التنين اللي قبل منه كرمال كمان قال له بموضوع يعني موضوع مجلس النواب والحكومة والرئاسة انه الرئيس بري هون عم نحكي لانه اذا بدك تحكي قبل وقته لا انه بمعنى انه كان كلام انه البلد ما بيقدر الا يامن رئيس توافقه يعني لانه بتعرف البطاقة الراعي حاطط مواصفات وحكي عن معايير وعن مواقف انه اذا فينا كلنا نعمل على رئيس توافقه لانه هيك البلد بده وهذا هذا يعني هذا نوع من الرسائل يعني لانه نحن كمان ما حطينا ما فتنا بالاسماء كمان تما يقولوا مثلا الثنائي الشيعي فيه بمعركه اسماء بس ضد فريق اخر نعم. انه كان فينا نحط سليمان فرنجي انه ما بدنا نحن نبين انه الثنائي هو فريق معين بايد تنقول الاستاذ سليمان فرنجي وفريق اخر بايد ميشيل معوض يعني الامور تاخذ هذا البعد من التحدي انه نحن حريصين كفريق سياسي انه يكون في رئيس توافقي هلا هون دائما واحد بده يكون كصحافه بده ينتقد هلا مين الرئيس وشو فيه مثل ما بيقولوا تحت باطه للرئيس بري او اذا في حدا معين او لا هذا موضوع ثاني بس انه كان الكلام انه انت طلبت بتحديد جلسه حددنا جلسه نعم. ما بصح الا التوافق ما بصح الا التوافق بس يعني الرئيس بري كان حدد جلسه تلبيه للضغوط الحاصله لدى المسيحيين انه ما بيجوز الاستهتار بموقع رئاسه الجمهوريه وعدم الدعوه الى جلسه لانتخاب رئيس، قام دعا الرئيس بري لجلسه وكانت النتيجه اللي بنعرفها وبلغ البطرك هذا الموضوع، بس بالموضوع سليمان فرنجي ليش البطريرك الراعي علاقته مؤخرا بالوزير سليمان فرنجي ما كانت جيده؟ يعني ما تغير موقف البطريرك الراعي بموضوع سليمان فرنجي؟ خلينا نحكي نقطة أساسية أول نرجع لموضوع الرئيس نبيه بري بمعنى أنه هذا دوره وهو بيعرفه يعني بمعنى بتعرف الرئيس بري يعني بمعنى أنه يعني مجلس النواب لقطه منيح هلا بمعنى بقوة يعني بمعنى أنه بحزم هذا موضوع ثاني يعني كيف لقطه السيستم أنه هو اعتبر أنه هذا صلى حياته ضمن المهلة كمان نعم طبعا نقول أنه تلبي للبطرك أنه في كمان قواعد دستورية حتى ميت أنه يدعي رئيس مجلس النواب إلى هذه الجلسة نعم هلا مش قصة البطرك أنه بقابل بسليمان فرنجية نحكي محافظة أنتخاب بالمناخ العام هيك خلينا نقولها يعني انه اذا بيطلع البطرك على غير قوى سياسيه واسمحي لي ما سمي بيرتاح لفرنجية بس هيدا انا كلامي ما بجيب رئيس جمهوريه انتبهي ولا بقطع حدا ولا بنجح حدا بس عم نحكي انه بشوف سليمان فرنجية انه منه عدائي بمفهومه هو منه عدائي وبتعرفي هالبطاركه والكنيسه عندها هالطابع ما بعرف شو النفسي انه هيدا مثل ما بقول ابن بيت سياسي وهيدا ابن اقطاع فلاني يعني عم نحكي بالانتقاد وبالتقييم انه بيرتاح له انه انا ما بخاف منه لابن فرنجية هيدا المنطق تبعه هيدا المنطق بس انه يقول عنه رئيس الجمهوريه بشجع او ما بشجع او بنتخبه او لا هو بس يعني بيحكي عن عده خطوات ايجابيه
بالنسبة له، ما بدي أعمل قياسا إلى حدا، بس عملت مقارنة أنه عقله براسه رايق. عملت مقارنة مع جبران باسيل أنه عقله براسه هادي رايق، هذا المعيار يعني. أنه البطريرك بالنسبة له بين جبران باسيل وسلمان فرنجية يختار سلمان فرنجية. ما قلت بيختار، أنا قلت أنه فرنجية ما بنقزه يعني. أنه عدة مرات إذا لاحظنا صار في انتقادات للعهد، الزوار بيسمعوا، في كثير بيسمعوا انه ملاحظات على باسيل وغير قوى، انه عم بحكي عن فرنجية عم بحكيها بهالطريقه يعني فيها كفوف، انه ما لها حق احكي هالكلام. انا بسمع يعني من ناس من محيط كانه يتعاطى مع فرنجية انه هالزلمه رايق بهذا المفهوم، منه صدامه، منه براغماتي، منه شعبوي. هلا كيف بيعمل البطرك في وصل او لا؟ اكيد البطرك ما بيجيب رئيس، نعم واضحين. نعم بس بقصد بس في حرص على موقف البطريركية المارونية لانه في الرئاسه وفي هيدي الحساسيه الوضع اللبناني، كرمال هيك اليوم عم تقول انه النائب علي حسن خليل راح زاره للبطريرك الراعي منفدا من الرئيس بري ليقول له نحن دعينا لانتخاب وما في استهداف للموقع الماروني. تجاوز الكنيسه وبكركي بالواقع الموجود بالبلد، بالواقع المذهبي، عفوا على كلمة لكن بعتذر، ما بيقدر يجيبه بسهولة لأي رئيس جمهورية بالبلد بهذا النوع من التحدي. يعني نضلنا نحكي بالماضي إنه فؤاد شهاب الله يرحمه اللي هو كان رمز والبطرك، يعني مش خلص الزمن. اليوم إنه إذا مش متفاهمين عارفين المشروع متكامل، بطرك مطمئن له، بده يصير في توتر. نعم مشان هيك اليوم رئيس الجمهورية المقبل بده يكون نتاج ثقة مسيحية فيه. كيف وليش كيف بيتقاطعوا عليه القوى السياسية، هذا موضوع تاني. بده يرتاحوا له المسلمين، ما بقى فينا اليوم ينجيب مثلا رئيس انه اذا تفهموا عليه المسيحيين يجي باراشوتي على المسلمين وما يقبلوا فيه، لانه ما راح يمشوا فيه. اليوم الرئيس بده يجي نتيجه تفاهم، يعكس وجدان المسيحي، يعرف شو الدور المسيحي، قادر يدير البلد. هذا العمل، هذا الكلام انه بدنا رئيس منقذ، بمعنى انه رئيس بمواصفات اللي هي مواضيع تحدي. نعم. لا، بدك رئيس جمهوريه قادر يمشي بين النقاط، يكون ادمي شفاف بالمعنى الصحيح، صاحب قرار، مع رئيس حكومي عنده هاي المواصفات، مع وزراء بهاي المواصفات، مع مناخ دولي داعم، مع إيمان بالعودة تحت الشرعية العربية والقرارات الدولية العربية وجمع الدول العربية. هذا المطلوب للرئيس الجمهورية ولا سيما اللبناني. يعني اللي بده يكون عنده الهوى العربي. نعم. بالأول بده يكون متمسك ومؤمن بالطائف تيقدر ينطلق. هلا هون في حسابات عند قوى سياسية. ايه هلا رح نحكي أكثر عن موضوع الطائف وال يعني الحسابات اللي هي خاصة بالطائف والمشكلة الأخيرة اللي صار على دعوة الطاولة السويسرية، بس بعد شوي خليني بموضوع بكركي. فيك شيء كثير مهم بلشنا فيه الحلقة، كنت عم تقول حضرتك إنه في تصعيد من قبل فريق الرئيس عون في حال بقيت هذه الحكومة، عدم تشكيل حكومة، وأنه هلأ في كباش حقيقي يمكن وشد حبال، يمكن كل واحد عم يرفع إذا بدك شروطه كرمال تشكيل حكومة بالربع الساعة الأخير. بس في نقطة كتير أساسية بدي ناقشها معك، شو موقف كركي من هذا الموضوع؟ لأنه في معلومات تقول بأنه لما طلع الرئيس مئاتي عند البطريرك الراعي قال له بأنه أنا ما بستهدف حقوق المسيحيين ولا أستهدف أنه موقع الرئاسة الأولى بالبلد، أنه أنا بدي شكل حكومة ولكن في شروط تعجيزية قدامي. فقام قال له البطريرك الراعي أنا أتفهم وأنه لا ما بدنا هذه الحكومة تكون حكومة حزب، وهذا الشيء اللي قاله ببيان المطارنة الموارنة، وقال له انه مثل كانه عطاه غطاء لان تكون هذه الحكومه مثل ما هي ان تتولى صلاحيات رئاسه الجمهوريه في حال الفراغ، مما استدعى زياره للوزير جبران باسيل بعد يومين ثلاثه الى بكركي للنقاش حول هذا الموضوع. هيدا المشهد انا بدي اياك، انا يعني بدي ناقشه معك، الى اي مدى هذا الكلام صحيح وشو موقف البطريركيه المارونيه هلا من اي تصعيد ممكن يصير بعد الفراغ الرئاسي في حال عدم تشكيل حكومه بين الموارنة والسنة؟ بتعتبر انه هيدا مقام له رمزيته وله دوره بالمنطقة العربية، وكذلك حكوا عنه اللقاء دار الافتاء، يعني انه ضروري يكون في انتخاب رئيس. انما البطرك مؤخرا صار يعني كان صار يحكي عن الفراغ ويحذر انه اذا الحكومه مش مستوفيه الشروط. نعم. البطريرك الراعي كمان ما بقولوا هو انه رجل، هو بقولوا انسان بيسمع اراء، ويعني كمان كان عم يعني كان حذر من انه
هل انه الرئيس ميقاتي مزبوط عم بي يعني عم بفشل تركيب الحكومة؟ نعم. اذا ترك الرئيس ميشيل عون يكون هو يعني قابض على البلد بهذا المعنى. صار في هذا الكلام وبطرك حكي مرتين بعظاته عن هذا الموضوع. من هون كانت إزالة الرئيس ميقاتي انه انا مش هادف الى هذه الخطوة. بس هيدا الكلام اللي قاله البطرك رئيس ميقاتي انه انا حريص على التعيش بالبلد وعلى المقامات، قال له انه الا انه جبران بيصير هو الذي يعطل مش انا، وسرد له الوقايع. نعم. هيدا الموضوع اضطر انه يطلع بعد منه جبران بيصير عند البطرك تيقول له كمان انه اللي عم ينحكى انه لا مش صحيح. صح. رئيس ميقاتي عم بعرقل كمان تشكيل الحكومه لانه بده يبقى يعني رجعوا اثنيناتهم للصفر، يعني مثل عمليه مثل الكلام عن مين قبل البيضة او الدجاجي. نعم. بس رجع قال له الوزير باسيل في نقطة كتير مهمة انه ليش الرئيس بري بيقدر يفرض وزير مال مثل ما بده والمسيحيين ما بيقدروا يفرضوا وزارة مثل ما بدهم. هيدي ما لها علاقة بالمسيحيين، هيدي لها علاقة بالدستور ومعه حق جبران باسيل بهيدا النص. نعم. يعني اليوم الجميع بالبلد بس يكونوا في دستور بيقولوا وقت بده يتمسك رئيس الحكومة انه هو يشكل الحكومة بالتعاون او بالتشاور مع الجمهورية وهو بيختار الوزراء، وإلى مؤخرا من 4 أيام مجلس الوزراء مجلس النواب كان عم يسأله أحدهم كمان أحد الإعلاميين زملاء شنطف بيقول له كمان أنا ومع فخامة الرئيس رغم التشنج، يعني كمان اللي عم ينعمل من قبل الرئيس بيري مش مقبول، يعني إذا الرئيس بيري فرض هذا الواقع ورؤساء الحكومات السابقين كلهم تخاذلوا قدامه ما قال لهم حق لأنه اليوم بده يتم اختيار الأسماء بهذا الشكل. نعم. ما هو حق جبران باسيل انه انا انه ليش الرئيس بري بيفرض ياسين جابر لنفترض وزير مال، وانه ليش جبران باسيل ما بحق له مثلا يجيب ادي معلوف وزير كاثوليك مثلا؟ انا عم في نقطتين. نحن عم نحكي عن نقطه دستوريه انه له حق جبران باسيل ومعه بهيدي كل الحق يقول اذا الرئيس نبيه بري كرئيس كتله نيابيه او كمثلا يعني قطب بالطائفه الشيعيه عم بمارس هذا الدور، انا كمان رئيس كتلة نيابية وقطب بهذه الطائفه. نعم. انه اللي حق اجي قدم له رئيس حكومه اخر لحظه الاسماء، هو بالمنطق العام انه رئيس الحكومه بده يقبل بالوزراء، بده يقبل الوزراء اللي يعني بده يتعامل معهم، ما بده يضم بمشاكل. بس الموضوع مع التيار. نعم. انه جبران باسيل بده يحط اسماء بمفهوم ميقاتي انه بده يفجر الحكومه. نعم. بالنسبة للواقع له حق جبران ينقي الوزراء اللي بده اياهم. موضوع ايدي معلوف هو مبدا انه انا بعد الانتخابات النيابيه مش ممكن يعني ترجع تاتي بشخص ما تم انتخابه، وهيدا اعتمد وقتها على نائب باسيل بال 2009 بعد الانتخابات، كان وقتها الرئيس ميشيل سليمان رافض، بيرجع بعد مده بيقولها بالحياه انه لا مانع من توزير راسبين. هيدا موضوع له علاقه بالتفاهم السياسي ما له علاقه بالدستور. هيدي في غيره يعني مش ضروري بس انه له حق جبران باسيل ينقي وزرائه، انه اليوم حدا يشترط على حدا ما حدا له حق. هلا هو دائما الرهان انه وزراء نبيه بري بينحكى مع نبيه بري يعني نعم. بيكونوا عاقلين او بيكونوا مشاغبين حسب ما رئيس بري هو بده، انه مع جبران باسيل اذا قال بدي هذا الشخص ممكن انه يكون مشاغب، مع انه هذا شيء غلط. اي شخص بنقي جبران باسيل ان كان هادي او ان كان من الصخور اذا قال له خذ هالموقف رح ياخده. نعم. يعني هون الالغام بالوزاره مدام بتشكيل الحكومه، بس هيدا النقطه بالشكل بالدستور ما هو حق جبران باسيل فيها، في مخالفه يا بده يكون في عرف سائد على الجميع يا بده يكون في نقد للدستور يطبق على الجميع. اوكي، صحيح انه البطريرك الراعي بلغوا للرئيس ميقاتي انه من جهه البطريركيه المارونيه لن لن تكون غطاء لاي تحرك سياسي عالي السقف شعبوي اكيد صح في حال دخول لبنان بالفراغ بظل هذه الحكومه. بلغوا البطريرك هذا الامر، البطريرك انه يعني ما راح يغطي فريق رئيس الجمهوريه تحت حجه انه الرئيس ميقاتي يريد ان يعني ياخذ صلاحيات الرئاسه المارونيه. مش بهالملحه البطريرك عم بقول انا مع استقرار امني، الناس عم بتهاجر، الناس جعانه، الناس ما معها تاكل، ما فينا نعمل لها مشاكل جديده، انه روحوا اعملوا صيغه
ما تفجروا الوضع، انه الشارع ما بقى يتحمل. يعني الشارع ما حدا في يضبطه، بحكيك كلام انه روح اعمل له حل. البطرك بيتمنى، ما يعني مش قادر انه اليوم، هل انه البطرك الراعي قادر انه يقنع جبران بيسيل بي بي او مئات؟ ما قادر. انا عم بحكي بس عن البطل المسيحي. البطل المسيحي مهم اليوم كمان. في شعور عند المسيحيين حتى عند الولايات اللبنانيه يعني بجربوا شوي يهربوا من هذا الجواب، انه انتم مع تسلم هذه الحكومه صلاحيات الرئاسه ولا لا؟ في هيك مثل انه المسيحيين محرجين يعني من هذا الموضوع. شو موقف البطريركيه اليوم اذا دخل لبنان بالفراغ؟ بالنسبه له مش هالقد فايد، سوري يعني مش عم بحكي هذا الكلام، انه بالعمل اليومي انه هو بده رئيس جمهوريه. طيب وهديك اليوم قال انه قبل اخر شهر بتمنى، ما في تمنيات، في وقائع من منا ظابطه، انه اجت قصه الحكومه. البطرك عنده هم انه اي فراغ بفجر موضوع النظام، وحدا سيستفيد منه لطرح نظام جديد. نعم. مشان هيك بيعتبر انه بنقل بوجود حكومه مستوفيه الشروط بيروح بيتم التفاهم على رئيس، وان كان هو رافض هذا المنطق، هو مع انتخاب رئيس من مجلس النواب. مشان هيك متمسك انه بعدم الذهاب نحو اطاحه بالنظام تحت شعار انه يبقى تبقى مشاكل مفتوحه من باب الاشكاليه على النظام، يتقولوا لهم تفضلوا على شيء لقاء، ومن هون بينطرح موضوع النظام والاشكاليه بتنظيم العمل بين المؤسسات. الطاولة السويسرية، العشاء السويسري، كان في تضارب بالمعلومات حوله، منهم من يقول بأنه كانت تحت سقف الطائف، بعض المعنيين بها يعني الداعيين لها بيقولوا تحت سقف الطائف، والبعض الآخر يقول أنه في بنود جدول الأعمال. هذه الطاولة أو هذا العشاء أو المؤتمر الذي كان عم يتحضر له بالشهر المقبل، أنه تفسير الطائف، قراءة الطائف، يعني شيء حوالين الطائف من دون تعديل، ما في كلمة تعديل، بس أنه تفسير، قراءة، علاج، شو كان هدف هذه الطاولة؟ يعني اليوم بيعطوها الأمور هيك، بيعطوا هذا الوضع نقاط تخفيفية. سفيرة يعني أو سويسرا، بعيد عن أنه هندي أختها لن تتولى شؤون إيران، سفارة روسية سويسرية عفوا تتولى شؤون أنه أمريكا وأوروبيين الدول الأوروبية بإيران، هو الموضوع أبعد من هيك. خلينا أول شيء نتذكر أنه السفيرة السويسرية الحالية قديش نحكي عنها بالإعلام، ولعبت أدوار بالسياسة بالواقع مع ناس بتمنى أدار ضد ياس سلامة، بتتذكري نحكي عنها بأدوار بمراسلات عملتهم مع أشخاص بتمنى أدار أو بدوره بفلك حزب الله، توصلك لمحل. اليوم في تماهي كامل بين دول كتير، دول أوروبية كتير وحزب الله. حزب الله قدر تمدد وعنده علاقات وطيدة. شو صار؟ رئيس ماكرون واعد حزب الله أنه يأمن تغيير النظام، وواعد إيران يأمن تغيير النظام، مقابل يعني أنه يكون هو حليف هذا المحور الممانع. وطبعا هو يعني غزو شو بقول الأسواق الإيرانية والعراقية، كما شفنا عمل اتفاقية من مدة ب 27 قبل تشكيل الحكومة بأربعة أيام، بس عمل اتفاقية بالعراق بحكومة الرئيس مئاتي. فإذا مراهن أنه هو يغزل الأسواق، وشفنا بالمرفأ عم بيصير فيه شغل لناس بدوروا بفلك فرنسا. فإذا وقت اللي كان عم يطرح موضوع تغيير النظام وطرحه بعد أربع آب وكان عم يحكوا عنه قبل، بعد منا خلينا نوقف عند محطات زيارة الرئيس مانويل ماكرون على السعودية، وبعد لقائه ولي العهد السعودي بيطلع بالبيان احترام الطائف والتمسك باتفاق الطائف. نعم. الرئيس الامريكي بايدن اللي اجى بعتقد بايلول او ناس بتموز على السعوديه بعد لقائه مع ولي العهد السعودي وغير قيادات محمد بن زايد واخرين، يعني بيطلع بكلام ببيان احترام الطائف ورئيس بصفات مميزه، وبيحكوا كثير عن عده معايير مطلوبه بلبنان. الضغط هذا السعودي لهلا رح نشوفه بحركة السفير السعودي عم يعملوا على الساحة اللبنانية، دفع الفرنسيين يرجعوا شوي لورا ويعني ويتركوا السويسريين يبلشوا بهذا الدور. بيان نيويورك، بيان نيويورك، لا بيان نيويورك اجى مأخر، بس ديجا كانت الفكرة بس قصدي الحركة السويسرية كانت مبلشه من قبل، يعني هي استكمالا، يعني بيان نيويورك اذا بدنا نقول ضب شوي الطموح الفرنسي فرنسي. يعني تماما هذا بيقول انه اليوم اجت الولايات المتحدة الامريكية صوبت المسار الفرنسي وحطته تحت غطاء بيان نيويورك. الفرنسي ام ال ساعتها نحن خلينا نكون مجهزين فريق عمل
تحت شعار انه السفيره السويسريه عم تحكي بالنازحين وتحكي بـ بـ بغير قوى يعني بموضوع الفلسطينيين، الا انه بنكون جهزنا نحن طاوله حوار بلحظه انفجار على الساحه اللبنانيه، وحسب الظروف الاقليميه نحن بنوسعها ونحن نعتها بنحضنها. يعني هن عملوا اذا بدنا نقول نسخه سويسريه عن الحوار البدوني لنسف اتفاق الطائف. هون عشيتها اذا بنتذكر طبعا السفير البخاري عمل تويت يعني وكانت واضحة انه حتى هيدي اللعبة الخفية او هذا اللغم مرفوض. من هون طارت طاولة الحوار السويسرية اللي هي كمان وجه يعني مموه لوضع نقاش الطائف على الطاولة، لانه الفرنسي ملتزم مع حزب الله انه بتعديل النظام الحالي مقابل تمن. اوكي، بس هل الفرنسي اليوم يا استاذ سيمو يستطيع ان يقوم بهذه الورشه وحده؟ لا يمكن، لا يمكن. يعني عندك السعوديه، عندك الولايات المتحده الامريكيه، يعني هل الفرنسي اليوم يستطيع ان يقرر؟ فيصل ان يقرر. الفرنسي بيعتبر انه هو الوجه يعني المقبول اليوم في ظل غياب امريكا، يعني بيشتغل غياب امريكا؟ خليني اكمل قبل ما هو امريكا يعني بعد ترامب، بعد ترامب، بعد دونالد ترامب، في هذا الضوء بسموه تاريخي للرئيس بايدن. هو موجود بالعراق وعنده ادوار، بس بلحظه معينه بفوت الامريكي، مش عم نحكي بفوت وبيفوت حاله. هو بيعتبر انه انا بهذا الدور فينا اقطع هذه الصفقات الدوليه تحت سقف التفاهم. هو مثل ما حزب الله طلب منه وهن قادرين يقنعوا العالم انه الخلاف بلبنان بين الصلاحيات بين رئيس الجمهوريه المسيحي وبين رئيس الحكومه السنه، والحزب الله بذكاء وبقدراته وبجهل القوى الثانيه المعاديه لحزب الله ان كانت مسيحيه او سنيه او درزيه غايبه عن الاداره الفرنسيه تمددها. الحزب قدر فرض هذا الواقع بين طلب ايراني وبين ضغط محلي، قدر يامن انه بلحظه معينه انا فينا نقول لانه شايفها سهله، انه بالدوحه كانت سهله، بالطائف كانت سهله، ممكن بحدث يصير نقعد على الطاوله وما عم نعمل ديل. والامريكي بالنسبه لحساباته ما عنده مشكل يعني انه كيف تكون التوازنات، هو او اذا بيجي شخص محل شخص اخر. يعني اذا اجى مثلا احد ابناء الطائفه الشيعيه الكرام رئيس حاكم مصرف لبنان بمفهومهم هن، او اذا اجى قائد جيش، طب هذا المالكي كان احسن حليف للولايات المتحده وللسعوديين، مش المالكي عفوا، مش نور المالكي، كاظمي عفوا، رئيس الحكومه السابق الكاظمي. الامريكا لا تتعاطى بهذا الواقع. من هيك الفرنسي عم يلعب لعبه طبعا لصالح الحزب مقابل تمدد تحت شعار انه هو بياخذ من حزب الله معلومات عن داعش عن الارهاب، عم يلعب لعبه فيها صفقه على حساب التركيبه اللبنانيه. طب ولكان شو قال بيان نيويورك؟ ما طلع بيان نيويورك فرنسي سعودي امريكي عم بيقول انه للبنان، قلنا لك دجن يعني اليوم هيدا عم تقول هل انتهى هذا الموضوع؟ يعني عم اليوم تقول بدي اقول لك بس هل بيان عم تقول حضرتك انه كان في مسار، هل بيان نيويورك انهى هذا المسار؟ قطعه لهذا المسار؟ فرض حاله على حركه اللقاء السفاره السويسريه التي تدور سفيرتها بلبنان وتدور يعني المصالح السويسريه في فلك الممانعه وايران. يعني تم نسف السعودية نسف التعديل الطائف ومن ثم بخمسة الشهر المقبل بعمل السفير السعودي دكتور وليد بخاري عمل دعوة، نحن عم نحكي وقائع للتأكيد على دور الطائف بلبنان بالنسبة أي مكان. السعوديين بيعتبروا وقالوا نيها أنا نحكي وقائع، نحن عم نحكي معلومات. السفير البخاري بلقاء فرنسا اللي كان موجود فيه قيادات سعوديه وقيادات فرنسيه، نعم عم نحكي معلومات لانه هو سفير السعوديه في لبنان، بقول للجانب الفرنسي انا كسفير للمملكه العربيه السعوديه بلبنان عم بسمع، انا الفرنسيين هن تفاجئوا فيه وعم بخبروها، عم بسمع انه انتم عندكم اصحاب كثير، عندكم اصدقاء، في كثير بالاعلام كلام صادر انه انتم راغبين بعقد اجتماعي جديد وانه انتم واقفين وراه، وهذا الشيء اذا صار طبعا يعني بده واحد ياخذ بعين الاعتبار لانه له تداعيات. بجاوب احدهم شو اسمه المستشار اللي بيجي على لبنان غير امين، نتيجه بقوم بقول له بقوم بجاوب انه نحن لا ابدا متمسكين بالطائف،
ونحن لا نريد التغيير، بس هيدي لعب بتصير كثير. يعني اليوم كان ينحكى كثير مثلا انه نظام قائم ليش كان ينقال قبل عن حزب الله انه مثلا ساكت ومتمسك بالطائف، انحكى عده مرات من الحزب بعده مرات، وقالت مؤخرا كمان الاستاذ محمد رعد من شي شهر ونص كان يوم جمعه نحن نريد تغيير النظام بصراحه، وقت رد عليه يوم الاحد البطرك بقوه وبعتقد يعني في محطات. اذا هذا موضوع مطروح عند الحزب طبعا، يعني فكره مطروحه في حدا عم بعطلها، اللي عم بعطلها هو السعوديين ومن ثم السنه بلبنان مش المسيحيين تنحكي واقعيا، والنائب في الاستاذ وليد جنبلاط هود اللي عملوا على يعني ومطران عوض عم نحكي كطوائف البلد طوائفي. لقاء دار الافتاء كان كثير مميز بموضوع الحفاظ على الطائف، وعطيوا باس للمسيحيين انه هذا الرئيس المسيحي الوحيد بالشرق. بس تقال لك انه موضوع استراتيجي عند هذا الفريق. نعم، طيب عم بتقول حضرتك انه اليوم المملكه العربيه السعوديه عادت الى لبنان من بوابه ضروره المحافظه على الطائف، وفي بالاسبوع المقبل او اللي بعده يعني عامل لقاء لتثبيت الطائف او للدلاله على اهميته. كان في كلام انه بشهر شباط المقبل هناك منتدى في المملكه العربيه السعوديه للمحافظه على الطائف. شو هذه فكره منا يعني ما فيني اقول لك عنها، مش ناضجه كثير يعني كيف تنعمل هذه، بتعرف هي سفاره بتدرس، انا ماني ناطق باسمه، انا بسمع أنا معلومات. اذا عندك معلومات انا بسمع معلومات بالتواتر من زوار من شخصيات، يعني انا ماني يعني بفلك، يعني انا لبنان يعني من الدول العربيه العلاقة مع الدول العربيه والشرعيه يعني قوانين الدول العربيه قوانين جمع الدول العربيه، بس انه انا بسمع بستقصي مثل ما حضرتك انت بتكتبي وبتعرفي بتستقصي حسب الواحد حركته. في حماس سعودي انه هذا النظام لا نريد اسقاطه، والامريكان متمسكين فيه، الفرنسي عم لك حاول، ما اليوم الفرنسيين عم يتعاطوا تجاره اكثر، يعني شراك بس راح من زمان رئيس شراك على الصين، اخذ بالطياره معه 80 رئيس شركه، اليوم ماكرون عند فرنسا يعني عنده وضع في عالم وضع اقتصادي مأزي كثير للعالم. وقت رفع ترامب علق الاتفاق النووي، بس اول سحبوا الفرنسيين استثمارات بقيمه 16 مليار و500 مليون يورو، بس هيدي قبل يعني ما كانوا بعد فاتوا على السوق، مشان هيك اليوم الفرنسي مراهن على السوق الايراني على السوق العراقي على تهدئه من خلال الاتفاق النووي، مندفع باتجاه الممانعه يعني التفاهم معه والتماهي معه. طيب من بوابه اذا بدك المملكه العربيه السعوديه بدنا شوي يعني اسالك، كان في غياب للمملكه بالسنوات الماضيه، المشكل مع الرئيس سعد الحريري، بعدين انه بتعطيني كثير دور بهالموضوع. لا انا عم بسالك اذا ما في اذا ما عندك معلومات قلي ما عندي معلومات. انا عم بسالك اليوم هل عادت المملكه العربيه السعوديه الى لبنان؟ يعني هل عادت من بوابه انه اليوم هي سيكون لها اسم او قرار مثلا برئاسه الجمهوريه؟ هل شو هن يعني هل يمكن القول بانه هي عادت الى لبنان من بوابه المشاركه في القرار؟ انه بال 2015 16 كان في بزوغ هيك بروز داعش بقوة بعد ما يعني طلعت بالعراق بحسيران كانت وقتها، وبدأت بال 2014 صار في ويحطوا الحملة على السعودية انه السعودية هي تنتج داعش والدول العربية، بوقت كانوا هن بالتحالف الدول اللي مواجهتها. نعم، بالنتيجة وقتها كان كمان في قيادة جديدة بالسعودية، كان يعني محمد بن سلمان عم بجهز لمستقبل السعودية اليوم اللي عم نشوفه. كان يعني ملتهي بعدة ملفات، هذا الواقع خلى بهيك الزمن انه حلفاء اثنين الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري يقولوا بدنا نسوق ميشيل عون، وراحوا سوقوا يعني بتقولوا عفوا او قدموا للسعوديين انه هيدا حليف، وعفوا على هالكلمه انه هو هيدا شخص وصولي ممكن يغير بكره اذا اجى، يعني انه منه استراتيجي منه يعني مؤدلج انه مع الحزب، نحن اخذين منه ضمانات. كان السعود انه اوكي اذا اثنين بحجم سمير جعجع وسعد الحريري عم بيقولوا انه ضامنينه وبنجيبه على نص الطريق ما في مشكله. اخذوا ميشيل عون على السعوديه استدعوه، اجى وقتها مفد ملكي ناسي من هو عملوا له دعوه وراح كان اول اجى بعد اربع خمس ايام قال نحن بحاجه لسلاح حزب الله وبعدنا بحاجه له. يعني
كان وشفنا عده محطات فيها فشل بالعلاج او مواقف السعوديين اصفت طلع مش وصولي يعني طلع مش وصولي هن قدموا على اساس انه وصولي وبغير مواقف طلع ملتزم مع حزب الله نعم اصفت الامارات يعني تحددوا كلهم من لبنان ما كان في اي كلمه يعني هيدي كلها سوا اليوم انه السعوديه انضربت 290 صاروخ باليستي الامارات دول الامارات انضربت وابو ظبي كمان ما طلع اي استنكار من الرئيس ميشيل عون يعني انه انضربوا من الحوثيين انه وعده محطات ادت الى سوء العلاقه هلا اني عودي لانه لبنان بلد عربي هذا الكلام اللي بيقولوه انه لبنان وشعب طيب السعوديه اليوم كيف كانوا يقولوا هيك كتب مملكه بحد ذاتها مضبوط مملكه بحد ذاتها يعني قائمه بحالها انا من اربع ايام كنت على التلفزيون عم بسمع التلفزيون عم يحكوا عن رئيس هذا هيئه الترفيه عم بخبر عن السعوديه شو في برامج جديده شفت نعم. كان البلد تغيرت هم للبنان من باب استقرار لبنان لكي لا يكون بؤره للاساءه الى العرب وانه هذا بلد عربي يجب ان يكون داخل المنظومه ما يعني هذا الكلام اللي بياخذوه بالشعر اللبناني يعرفوه انه ما عاد موجود دوله عندها استراتيجيه عندها خطه اسمها 2030 عملها ولي العهد صحيح رجعوا على البلد رجعوا على البلد واساسيين فيه وخليني اقول لك كلام مفتاح الازدهار رح يكون عندهم يعني البلد اليوم اذا اجى رئيس جمهوريه بتقولي لي كيف بالمواصفات اللي هي طبعا فيك تجيب التوافق راضي عليه السعوديه ويكون في رئيس حكومه توافق يعني اتفقوا عليه خرجوه بالتسميات راضي عليه السعوديه شفاف ادم صادق مع وزراء مع فصل الصراع عن المنطقه بيرجع بينتعش لبنان السعوديه تعمل في هذا الاتجاه وهذا البلد يجب انعاشه وعلى قاعده بدك تسمعيني تعطيني نص دقيقه شفنا ولي العهد السعودي بجولاته الخليجيه وجولاته على تركيا ومصر قديش انكب استثمارات فاذا البلد بده يرجع تحت هذا الجناح الجناح العربي والعلاقه مع السعوديه، السعوديه تعمل في هذا الاتجاه لانه بدقوا بابها كلهم بيروحوا المسؤولين السياسيين اللي هن كانوا بمخلفات 14 اذار بيروحوا عند بعض الاصحاب اللي ما بقى فيه نقول فرنسيين بيروحوا يمكن عند الاماراتيين بيروحوا يمكن عند الكويتيين انه يا اخي خلي السعوديين يرجعوا يحكوا معنا، السعودي عنده تجربه فاشله كانت مع اللبنانيين انه هن تخلوا كمان عن لعب دورهم انه بيجي بيقول لك السعوديه كانت غايبه عم بحكيك طب اذا السعوديه كانت غايبه عندها همها الداخلي طب انتم ما عندكم حقكم الوطني تمارسوا دوركم او بتتفرجوا بتعملوا صفقات هلا هي السعوديه عم تقول ممنوع الغلط نحن جاهزين وعم نشوف شو يعني ممنوع الغلط؟ الغلط اللي صار بانتخاب ميشيل عون ممنوع يصير انه ممنوع انتخاب رئيس جمهوريه من 8 اذار من 8 اذار هيك عم تقول السعوديه ما بلغته بس هي وقت حطت مواصفات وقت اللي عم تقول اليوم هي انه في انتخابات تطلب هذا الواقع معناتها في هذا الواقع هذا الواقع جديد ما في بقى انه يتغنى وشفنا كيف اصطفوا الشباب كله مع بعضهم عملوا امبارح 42 صوت لاستاذ ميشيل معوض بلشوا يعرفوا انه في حدا حليف مش ساكت عنهم وخلينا نحكي بالواقع الدولي منا يعني في ناس بتطلع بقول لك طيب السعوديه عم تتدخل انا مسلم بهذا الوضع انا بدي جاي اسالك انه اليوم حتى من قصه العشاء السفاره السويسريه كان كثير ملفت انه كيف السعوديه اليوم قادره انه تفرض طاوله عشاء يعني وقادره تاثر على قوى سياسيه بالانسحاب من طاوله عشاء بمجرد ما انه هي طلبت انه فرطوها يعني اجوا نواب سنه طلعوا عند البخاري قالوا له نحن خي متروكين بدق لنا بره بقول لنا تصب طاوله عندي بدق لنا جعجعه تفتحوا معي بدق لنا فرنجيه وقفوا حدي بدق لنا جبران بسيط يا اخي حطها تحت جانحك بلشت القصه بدار الافتاء طلعوا على السفاره عم نحكي بواقع عملي ما بدنا نحكي نعم. بتشابهوا عرب ولبنانيه وسنه والسعوديه وعلاقتها بالطائفه يعني عملوا منا حمله طب لقاء السفاره السعوديه اعتبروه عادي سويسريه ما توقف عنده البعض الا من باب انه شو صار بس ما كمان هيدي السفيره ما لها حق تدعي للقاء بهذه الطريقه الفاضحه وحتى ماكرون ما له حق بقانونهم هن بدستورهم ما له حق يتعاطى بالخارج مع قوى نعم. بهالطريقه الا مع قوى رسميه يعني ويتدخل بشان لبناني بس اليوم عم نحكي بالواقع اللبناني السعوديه معنيه نعم. يعني اليوم بدي اقول لك شغله روح على الامارات مزبوط انه السعوديه بلغت انه هي لا تريد سليمان فرنجيه رئيس جمهوريه احلك يا بس بعدها اعطيك مثل كيف صاروا برا اعطيك امارات السعوديه تنوصل لمحل اليوم منو شوف السعوديه كيف عم تواجه امريكا منا سئلانه بمعنى عندها قناعتها نحن دوله سياديه عندها قرارها بالامارات الشيخ محمد بن زايد حليف السعوديه
موافق على اوبيك بلس، بس صديق امريكا نفس الوقت راح عند بوتين عم يعمل تفاوض. بوتين بذاته شكر بالشيخ محمد بن زيد اللي عم يلعب دور انسان ونحن معه. محمد بن سلمان بواجه لو 14 أدار واجهت هون حزب الله مثل ما محمد بن سلمان متمسك بثوابته يمكن ما كانوا انكسروا هيك. توصلك لمحل، النقطة اللي بدك إياها إنه شو بده يصير بعدين؟ إحنا نقسم الموضوع اثنين. أحكي لك أول شيء موضوع سليمان الفرنجية اللي أنا بعرفه ما له علاقة السعوديين فيه. أنا عم بحكي بصراحة. يمكن سليمان الفرنجية دفع الثمن إنه ميشيل عون إجى قبل إنه رئيس جمهورية. كان في كلام ما بعرف وين صار هذا منهم بين فريقين انه يخي سليمان الفرنجية انتم بالسابق قبلتوا فيه، كان الكلام انه قبلنا فيه. هلا بدها تقوم لايام يعني ما انا عم بحكي عن عندي يعني انا وصل بالتواتر. نعم قبلنا فيه على اساس هذا الزلمه جده سليمان الفرنجية، هذا الزلمه لا ينحرف كثيرا في اتجاه حزب الله، عنده ثوابت الطائف ابن خط عربي. بس التجربه مع ميشيل عون حرمتنا الخاطر، شو بقصد؟ يعني النظرة لسليمان الفرنجية اللي كانت انه شخص مقبول وقتها، صار اليوم بعد تجربة ميشيل عون مع حزب الله انه ميشيل عون بحجمه ومعتبرينه نحن حيكون محافظ على كيانه على استقلاليه ويعطي دور للدولة، راح بهذا الاتجاه وشفنا جبران وين صار. طيب فرنجية صار بخوفنا. بس حتى في كلام كان اخير انه كانت مستعده السعوديه تناقش بموضوع سليمان الفرنجية حتى مقابلته الاخيره، يعني من بعد مقابلته الاخيره كان في كلام انه ارتدت سلبا عليه وانه لانه لم يتحدث بالاستراتيجيه الدفاعيه، لم يتحدث بكثير من الاستراتيجيه الدفاعيه منه مطلب دولي ولا عربي، ما عاد مطلوب، مطلوب الدوله الجيش اللبناني ينزل على الارض يكون هو مسؤول. في ناس بيجوا بيقولوا انه جورج افداهي حرقه لسليمان الفرنجية، انا بدي اروح معك. ناس بيقولوا كلامه بموضوع المرفأ انه مثلا عنده حدا متهم او مطلوب حط مش عم بيسلمه. انا هذا الكلام يعني كله بدك تحطيه فوق بعضه، كله بيتخذ بعين الاعتبار. نعم بس انه مش اخر مقابله، انا ما بعرف شيء، انا من اخر مقابله اليوم ما بعرف شيء. انا عم اقول لك قبل انه كل هيدي الامور لها علاقه ب نعم. طيب ميشيل معوض، هل ميشيل معوض اليوم اختاروه ال 40 صوت اللي تحدثت عنهم وانه نواب التغيير والنواب السنه صوتوا لورقه يعني لبنان الجديد، انه بعد ما صوتوا ولا لاسم بس قرروا ما يصوتوا ورقه بيضاء حتى ما ينحسبوا على فريق حزب الله وحلفائه. وهذا كان لافت لدى الاعتدال السني. ميشيل معوض هو اللي حرق سليمان الفرنجية؟ لا لا، ليش نقوا ميشيل معوض؟ بسألي ليش ما نقوا حدا تاني؟ سمي حدا تاني تنحكي فيه. لا لأنه ميشيل معوض هو من نفس الدائرة مع سليمان الفرنجية ولأنه على نقيض منه ولأنه اعتبروا أنه بيحرقوا بعض. لا أعطيني اسم تاني من المستقلين تنعمل مقارنة، مين مثلا كان في من المستقلين ما تسمى؟ بده يتسمى؟ مين ما تسمى من المستقلين؟ مين ما سموه من المستقلين يعني؟ في كيف يعني وصلت؟ كان في مستقلين بهذا الحوار، مين في غيره ما تم تسميته؟ ليش سموه يعني؟ مين كان في مطروحين مرشحين رئاسة الجمهورية؟ أنه في نصيف حتى زياد بارود، صلاح حنان. هودي عند التغييرين، بموضوع المستقلين النواب. مين؟ ما بعرف، كان في عدة أسماء، ليش نقوا له؟ ليه مين معقول حضرتك يعني؟ لا مين؟ أنا بدك يعني لأنه نعم يعني نعمة فريم. نعمل فيلم زلمة آدمي شفاف، بس نعمل فيلم ظاهر من الانتخابات مكسر جوانحه، عرفتي كيف؟ يعني بمنطقة فيها كسروان، يعني ما دام ما نعمل فيلم يكون مثلا متحالف مع ناس ظاهر بالصورة اللي أخذها قبل الانتخابات نعمل فيلم ولا عملوا الحركة اللي عملها يظهر معه اثنين ثلاثة مثلا ويفرض حاله مرشح رئاسي هو شاب نظيف وآدمي، ظهر اليوم مكسر جوانحه توصلك لمحل وبموقف مش واضح بالسياسة. مثلا اليوم عمل تكتل مع جميل عبود اللي بالنتيجه مع ما له علاقه بالحسابات الشعبيه يمكن اخذ 200 صوت، بينما كان ممكن يكون هو حليف مع فارس سعيد عنده 5200 صوت ويظهر مع ثلاث اربع اشخاص من كسروان بكتله تفرضوا رئيس الجمهوريه. ميشيل معوض راح على موقف قص مباشر ل 14 اذار، معلش قال لك اياها. ظهر من وهون انتبه ميشيل معوض ما جاي رئيس، ما عم نعمل نحن مجاملات. ظهر ظهر من منطقه فيها مرشحين يعني ثلاثه مرشحين، سمير جعجع منطقه دائره رئيسيه، فرنجية فرض حاله وسليمان فرنجية فرض حاله الى جانب القوى السياسيه سلم فيه بموقفه السياسي قبلت فيه. اوكي هذا النقطه الاساسيه اللي خليتهم يمشوا بميشيل معوض.
لأنه في موقف سياسي يتكامل بيشبه القوى السياسية كلها سوا. هلا بكرة مش رح يكملوا هيك الشباب، إنه ميشيل معوض إنه مش خارج يكون نائب جمهورية، بلا لازم يكون نائب جمهورية شاب منيح واضح خياره السيادة جيد. بس ما في عليه توافق يعني. ما عملك اياها تغييري. رئيس تحد بيعتبره فريق حزب الله. ما اوكي ما هو طب حزب الله كمان انه اذا بده يترشح اي حدا تاني يعني ما فيش تفاهم في عنده تحدي. نعم. طب سليمان فرنجيه كمان عم بقول انا توافقي، البعض الاخر بيعتبره تحدي، بدك نحكي قوة مثل ما هي. التغييريين خلينا نكون واضحين بحقهم. التغييريين عم بقولوا عم بيقولوا اعطوا التغييريين عم بيقولوا خي طيب في تكتل فيه سمير جعجع جبران باسيل سمير جعجع بيقولوا المهوسين بجبران باسيل فيه سمير جعجع فيه جنبلاط نعم وفيه مجموعه اشخاص هودي المجموعات جابوا هلا الاصوات. بكره بدنا نقعد على الطاوله نعمل تسويه هي ما يوصل الرئيس من هون. طيب رح يجي جنبلاط يقول له نخيي انا هيدا مطلب من الرئيس الجديد بمخص يمكن طائفة الدزي وهذا غلط. نعم. رح يجي دكتور جعجع يقول له أنا هيدا مطلبي بهذا الموضوع. رح يجي سامي جميل يقول له أنا خي هيدا مطلبي يعني بهذا المعنى. يعني هن نحن عم بقوله ليش نحن بدنا نترك هويتنا كقوة. بكرة جاي رئيس جديد نحن عندنا هويتنا المستقلة. صحيح في خلافات وفي ضياع وفي تشابك وهذا شيء غلط ومضاعف الموقف. يعني اللي صاير اليوم عندهم أنه نحن بدنا نبقى هوية مستقلة. بكرة إذا في طاولة حوار عم يتحكى عن رئيس جديد ينحكى معنا مش من تحت جانح إنه نحن بهذا الفريق. نعم. وهيدا بخليهم إنه عم بيكونوا محور خلافات وانقسامات وهن بالداخل عندهم كثير تباينات. يعني ناس بيقولوا حليمة قعقول بتدور مثلا بفلك سياسي معين، ناس بيقولوا فلان عنده توجه معين في هالموقع. يعني هيدا النقطة بدها تخلي إنه القوى التغييرية يصيروا تحت ضغط اخر، يعني هن عم بيحاولوا يخلوا حالهم مميزين، ونحن قوى مميزه رغم الخلافات. هن عم بيقولوا انه هن مع رئيس توافقي، يعني هن مش مع ان يذهبوا مثلا لحتى يسقطوا ورقه ميشيل معوض لانهم يدركون بانه لن يحصل على 65 صوت. هذيك اليوم بولا يعوبيان صحيح وقال مارك داو، يعني هن عم يجربوا يكونوا عملوا مبادره لحتى هن يكونوا مش تحدي، يعني مش بدهم، هن بيعرفوا حجمهم قد ايه. يعني شغلتين هي في نقطتين كمان هن يعني اليوم انه وضاح الصادق لا مثلا هن بينتقدوا بعضهم، مثلا بقولوا وضاح الصادق مثلا يمكن قريب شوي من الناس صعب بشككوا ببعضهم. بولا بدها ايانا نروح على انه نقلب الطاوله على كل العالم، مارك داو مثلا انه رايح بهذه الحديه، هن بس بين بعضهم منسجمين، يعني عرفت كيف منسجمين؟ هن متنوعين متنوعين بس لا بس يعني منسجمين، هن عم يقولوا طب نعم. انه راحوا بده يحكوا مع صلاح حنان، صلاح حنان انه انا ما تحطوا لي صوتي بدي كمان يكون معي اخرين، طب ما انت قاعد يعني بهذا المحور وبهذا الخيار، عم يجوا فريق يقول نحن بدنا نقدمك للراي العام ب 17 صوت، رفض. ما هيدا غلط كمان. يعني بولا حكيت هذيك يوم سمعتها يمكن كانت كان عندها شيء مباشر بعد الحلقة بعد الانتخابات. بولا الناس عطيوا طلعوا ببولا يعوبيان قالوا خيي عملت خرق هي بنت 2018 عفوا هي بنت 22 تحمسوا انه فيك تعمل شيء بالبلد اذا جيت مستقل. بس اليوم بدهم يعرفوا هن يفرضوا حالهم يعني، والمهله الضيقه بين الانتخابات وانتخاب الرئيس وتعيين حكومه كمان خلتهم يكونوا بحاله ضياع. النقطه الاساسيه هي انه نرجع نقول انه هذا الفريق لازم يكون الى جانب يعني الدستور، يعني ينتخب ما يحط اسماء الجمهوريه والدوله، في ناس بقول بتختار يا ورقه بيضاء يا الاسم يعني او العرف. من هون انه هن عم بيحاولوا يحافظوا على هويتهم، انه بكره اذا اجى يا اخي امريكا او السعودي او الفرنسي او الايراني بده يحكي مع سمير جعجع ومع جبران باسيل ومع جنبلاط، ما يطلع جنبلاط يقول انه مارك داو بجيبتي، او ما يطلع مثلا سوري سمير جعجع يقول انه مثلا بولا عندي وما بعرف مين في مسيحي، يعني في عندهم هيدا هاي الحساسيه. نعم انه هن كتله لحالهم، يعني هن طيب ما حق فيها ما حق فيها تماما هن ما حق فيها. طيب ماذا بعد الفراغ؟ اليوم اصبح الكل عم بيسلم انه الفراغ مقبل وقد يكون الفراغ طويل، وهون المساله الاساسيه اللي بدنا نحكي فيها. إذا الفراغ طويل يعني نحن رايحين على إعادة نظر بالحياة السياسية بالبلد. مش ضروري هذا الموضوع عم نحاول نسكره لأنه ليه؟
بس على اي اساس يوم يعني يوم يوم في واقع جديد بالمنطقه مش معقول. ومين الاسم اللي ممكن يتوافقوا عليه لحتى يحد من مده هذا الفراغ؟ مش في اسم اذا اليوم ما في اسم. لكن في ناس بيقولوا لك احيانا مثلا في ناس اليوم اذا مثلا في تغيير احيانا بيكون جاي مسؤول امني. في ناس بالبلد على تواضع حركتي هيك انا بشوف عالم مثلا بقول لك حط عينك على فلان او طلع على فلان ما تشيل من حساباتك فلان. عم نحكي انا مسلم وهذا مش تنازل عن موقفي، انا ما لي علاقه بهذه الانتخابات كلها، بمعنى انا اريد رئيس جمهوريه يكون ادمي نعم. يقدر يشيل البلد مشان اولادنا وهالشعب اللي عم يدفع الثمن، فنحن ما عندنا يعني مصالح مثل ما بقولوا انه او خط سياسي بالرئيس. اليوم عم ينحكى انه اليوم في عندك بينحكى دغري بعد انه القوى الموجوده مشان معوض الفرنجيه هالمطروحه الاسماء بيجي بعد منه انه في عندك قائد الجيش. طيب قائد الجيش في له ظروف، هون هو بيمشي بينه وبين رؤساء التوافقيين مع بعضهم، يعني هل انه بيجي خيار قائد الجيش بعد ما يقولوا انه فشلت النظام السياسي يطلع رئيس من صفوفه او يتفاهم على رئيس نعم. سناتي به لانه هو شخص الامثل. طيب بالمحل الثاني انا قلت هذيك بالمحل، طيب في ناس سمعوا انا ما عم بنقول رأي بكركي بطرك عم بقول انه يا اخي طب في قدامي اسمين ثلاثه مين في؟ يعني قال لهم في جوزيف عون وفي زياد بارود وناجي بستاني، انا عم بقول لهم هودي محامين اثنين بيعرفوا يشتغلوا بالبلد بيعرفوا المؤسسات وفي قائد الجيش ما بعرف شو بصير بقصه الدستور عم بحكيك بهذه الطريقه كيف بده يتعاطوا معه. البطرك بحد ذاته يعني منه عارف، القوى السياسيه منه عارفه، يعني الناس بيقولوا لك انه يمكن بولا صليح كاتبها حدا اكثر من حدا كاتبها امبارح محمد علوش صحافي نعم. او بقول مثلا زياد بارود مرشح حزب الله انه قابلين فيه وسيتبنى التيار ومن ثم الفرنسيين. طيب في كثير كلام بهذا الموضوع، ناجي بستاني البطرك بيقبل فيه الثنائي بيطمئن له جملات قادر مثلا يقدمه لحليفه سمير جعجع انه هذا حريص على التعايش. طيب فارس بويز عم بيشتغل على الاساس، جهاد اسرون عم بيشتغل على الاساس انه بيقول لك عم بيتحرك وعم بده زيارات خارجيه وداخليه. الموضوع مش انا بنقي رئيس يعني سوري ما هذا الموضوع بلحظه بس يعني بدك نعم. بدك تقول اول شيء فراغ خليني اوضح لك بعد الفراغ رح يتحركوا بالخارج بعد الانتخابات الامريكيه ونتيجتها كيف شو بيكون وضع بايدن شو بوضع الايراني هل الايراني مثل ما بيقولوا اقوى باتجاه بايدن انه انت يا بايدن خسرت مشلول انا بدي اتحرك النقطه الثالثه بتحرك الموضوع اذا ما صارت هي اذا صار في على الارض احداث امنيه بهذا الوقت رح تتحرك الدول من برا رح يجي الفرنسي رح يجي الامريكي رح يجي السعودي الايراني يقعدوا كلهم نعم. يقولوا طيب خي عندنا مصلحه بفلان بس هذا بيعطينا 30% من حصتنا هيك بدنا نحكي نعم. هذا بيعطينا 20% من حصتنا واكبر خطا الكلام انا بدي انه ربط ما حصل بالجنوب بالترسيم بالداخل اللبناني الداخل اللبناني الدور العرب اللي بدهم ينتقدون عليه وما يقبلوا مني ويزعلوا مني وعم بحكي ما عم بحكي باسم حدا عم بعطي رايي نعم. الدور الاهتمام السعودي عمل توازن على الساحل اللبناني توازن مطلوب هذا بدي اللي كان مشان هيك رح يكون في انتخاب رئيس من ضمن تفاهم نعم. متكامل بين بعضهم نعم طيب وحزب الله مدرك لهذا الامر ومتجاوب بالتفاهم مع المملكه على رئيس مقبل لانه في نظريه بتقول انه هو ما بقى قادر يتحمل مسؤوليه البلد هو وعم ينهار انه اذا في حال يريد رئيس له وبالتالي هو منفتح على التفاهم حرصا على عدم اغراق البلد يعني بمزيد من الازمات مظبوط كلام هذيك اليوم النائب حسن فضل الله كان لافت يعني عمل مطالعه بمجلس نواب وحكي كلام مطول انه اولا انه الدستور اعطى حق يعني بمعنى انه اذا الثلث ما حضر يعني معناتها انه اذا الرئيس يعني ما بامن المسائيه انه في فريق ما يحضر تيأمن تكون رئيس مسائي وعطى حق انه على المقاطعه بمعنى انه مثل ما هن دكتور جعجع عطى حق انه مثلا انه صرت المعطل يعني فينا نعطل هن عطوا حالهم حق يعني وميشيل معوض ان 42 بيصيروا اكثر 44 و45 مش هيدي النقطه كمان يعني هذا الفريق في امن التعطيل الحزب صار مقتنع بعكس ما كلام بيطلع عنده انه هلا فينا نجيب نحن مرشح في هذا الكلام انه عندهم مرشح وحضروا انا يعني انا قلتها قبل انه 86 وشاركوا تقولوا نحن عندنا 86 مثل ما قطعنا 63 صوت 53 صوت اول جلسه او 63 بيضا فينا نجيب مرشح اسمه مثلا سليمان فرنجيه او زياد بارود يعني اذا هن والتيار ومتفاهمين في هذا الكلام
بس الحزب عارف ما في أمن الرئيس، مشان هيك بلش يقول ما بدنا مرشح سفارات. يعني طب ما انتم يعني كمان عندكم اسماء ما فيكم توصلوها. الحزب مش انه ما بده يتحمل، الحزب عارف ما بقى يجي رئيس مثل ما كان قبل. ميشيل عون بالواقع كان حجم كبير، كان تنور كبير. يعني اليوم جبران بيصير اذا ترشح ما فيك انه نبيه بري ما قبل ينتخب ميشيل عون بحجمه، ما راح ينتخب اليوم جبران بيصير اكيد. طب بس اليوم ليش عم بتقول انه زياد بارود هو مرشح حزب الله؟ انا ما قلت عم بقول زياد بارود، انا بعدني على كلام ما قلت، عم بقول في كلام يعني انا عم بتبنى كلام من قال يعني قريته، عم بقول مثلا زياد بارود هل هو مرشح الحزب؟ عم بعطي مثل، ما بده اسمه بحزب الله، انتبه ما عم بحكي كلام عم تراجع عنه. عم تلاقي بين حزب الله والفرنسيين وجبران بيصير، نعم نكون واضحين. جهاد ازعور مثلا عم بقولوا كمان تلاقي بين نبيه بري وجنبلاط وجبران بيصير، نعم يعني عم نحكي واقع. ما حدا في غسل ايديه بالبلد من حدا. حزب الله موجود، ما فيهم ياخذوا من حزب الله ساعه بدهم نص الكبايه المليانه ويكبوا الفاضي. كان عم بحكي عن اي واحد، ما بعد عملك ناجي بستاني اصحاب مع الثنائي يعني حزب الله وامل. نعم. يعني انا عم اقول انه زياد اكثر شيء عم ينحكى باسمه. يعني جوزيف عون مضبوط انه اليوم جوزيف عون طلع بيان نفى انه الوزير بسيل انه هو بيجي عم انا ما قلت اجتمع معه، هو قال انا ما اجتمعت معه، ما قلت اجتمع معه. انا بحترمه لزياد بارود سب مرتب ونظيف، انا ما قلت اجتمع معه، انا عم اقول انه في هذا التقاطع. يعني طب جوزيف عون بس يقولوا العلاقه منيحه بينه وبين حزب الله، طب انحكيت عندكم انه بعتقد ما بدي اسميه، طب يعني عم بعملوا مرشح حزب الله؟ انا عم نحكي عن قوة قادرة تأثر على حليفه. نعم، طيب قبل ما يخلص وقتنا، الموضوع الحكومي، في حكومة قبل نهاية العهد؟ بعدني على قناعة انه حزب الله بده حكومة. ليش؟ إذا ركبت الحكومة يكون عنده هامش بالتفاهم على رئيس مع الخارج، انه ما يقولوا له ما في بالبلد حكومة حتى نعجل بانتخاب رئيس، لأنه هو بفضل يحكي بالرئيس وبالحكومة وبالوزراء وبالمرحلة المقبلة موضوع سلاحه وموضوع دوره بيكون بينت الانتخابات الأمريكية ونتيجتها. إذا كان في حكومة في مد فيها، في مثل ما صار وقت في مد الفراغ. إذا ما في حكومة بده يخلع على ضغط. نعم. هلا مشان هيك هو الحكومة طبعا هي إطار حيكون يعني لإدارة البلد. بس إنه مش هين مثل ما بقولوا يعني هل سيخضع يعني نجيب ميقاتي الرئيس ميقاتي والرئيس بري لشروط الوزير باسيل لتشكيل الحكومة؟ لأنه واضح إنه هلا هن عم بيقولوا عم تبين هيك، عم تبين اليوم إنه جبران باسيل قادر يتحمل الضغط أو يواجه إنه أنا هيك بدي. هلا قلت لك نقطة أساسية أنا إنه بما خص إنه يطلع يعطي الأسماء، هيدا طالما دارجي هيدا ما هو حق فيها. طيب هلا الأسماء الثانية ما له حق مئات يرفضها. ما كمان أوكي، بس هلا شو يعني قصدي المعطيات حول تشكيل حكومة؟ اليوم الرئيس مئاتي مصمم على موقفه حتى لو أدى هذا الموضوع إلى عدم تشكيل حكومة. الرئيس مئاتي بفضل يبقى هيك وعارف ما في تغيير نظام، يعني السنه كانوا كثير بخافوا على تغيير النظام. نعم. اليوم بهذا الكلام الخارجي انه النظام بقى ما عادوا خايفين. هن بالنسبه لهم المهم يبقى رئيس حكومه سني، يعني المهم يبقى يكونوا هن بالمعادله. ليش مثلا ما كان يفل ويعتكف بس هو انه بس يعذبه مع ميشيل عون بقى جمعتين؟ ما بيترك السلطه، هيدا له علاقه يعني اذا بدك بالفلسفه السنيه. نعم. انه لعندي او عند كل مذهب انه السلطه اللي انا فيها تحمي الطائفه وتحمي مصالح الطائفه، وعدا عن انه هو اليوم ما بده يفل، يعني ما في نص بيقول له فل، يعني تصريف اعمال بده يبقى لو كان ما عم بمون على حدا. مضطر يبقى وهو بفضل. نعم. ما يكون في حكومه. نعم، شكرا لك استاذ سيمو ابو فاضل رئيس تحرير الكلمه. اهلا وسهلا فيك بالجديد، شكرا مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.